السلام عليكم ورحمه الله يا جماعه الخير. احمد او 6 بي او اي حاجه تبيها. اليوم امونجس، لكن مو اي امونجس، اليوم 10 يلعبون نفس الجيم، كلهم اعضاء فريق باور واعضاء المقر. اعضاء المقر قولوا اي كلمه سريعه بس. بس 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 هذه اسمائهم طلعت امامكم على الشاشه يا جماعه الخير. ابي انوه على شيء، اللعب نفس اي لعب لكن ما عاد في شيء اسمه شات. اول ما يبدا الجيم الكل يسكت، في 10 لاعبين، 8 منهم يهربون، 2 يدورون. اللي يسوي الاجتماع او يلقى جثه هو اللي يبدا النقاش، ونتكلم بالصوت ونسوي تحريات بالصوت وكل شيء بالصوت. اتمنى فهمتوا. المقطع راح يكون في جزء ثاني برضه بقناه باور يا جماعه، الرابط تلقونه تحت. الله يسعدكم، لا تنسى اللايك. خلونا نبدا الان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل اول جيم. اثنين، اول ما نبدا كلكم ميوت، كلكم ميوت يا عيال. ليتس جو يا بدينا. مين امبوستر؟ اوكي ماني امبوستر. طيب عندنا اثنين امبوستر الان يا جماعه الخير، 8 يزبنون واثنين ما ندري مين، يمكن زياد، يمكن زياد، يمكن ناصر، يمكن ذا، ما ندري مين. فعشان كذا انا ما ادري ايش قاعد اسوي الان، بس ابغى امشي مع الجماعه، ما ابغى امشي لحالي. اي واحد شمون فيه ريحه على طول بلغه. تاسك الحاله، هذا ابو زهره. اوكي ناصر من الغربة، ناصر يا الكلب الكلب قتعني ورب الكعبة لو يفوق سنين لعن خيره، والله لعن خيره لو يذبحني الحين. ابراهيم 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 اليف ابراهيم اليف ابراهيم اليف. شو السالفة شباب؟ الو ناصر يتكلم. طيب من اسمه؟ طيب فواز سوى الاجتماع، فواز سوى الاجتماع. صوت فواز يتكلم. لقيت جثة عند البنت. طيب انا ابغى اتكلم يا جماعه، ابغى اتكلم، تسمحوا لي اتكلم، تسمحوا لي شباب. والله بدون حلف قلنا صح، بدون حلف. انا كنت امشي مع ناصر، كنا اخويا اثنين مع بعض، لكن قبل لا اترك ناصر تاستك كان وراي، فانا ارشح ان تاست يكون امبوستر. طيب يمكن انت طيب دقيقه. ابراهيم انا ما كنت عندك. ابراهيم سوء حظك يا احمد، صبر صبر، انا كنت ماسك غرفه الكاميرات. طيب ثواني. ابراهيم هنتر 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 هنتر. ابراهيم رد يا الدب، رد يا الدب. ابراهيم عاجبني ذا الموضوع مره. انا ابراهيم انا ما كنت جنبك. جاسر وخشب اللي كانوا جنبك. انا كنت جنبك، اقسم بالله اني كنت جنبك. ابراهيم دقيقه، هدوء. شفت لما تنزل من الكافيتيريا ما سورج، بعدين تنزل تروح تحت، بعدين عطوا اول غرفه يمين زي كذا سلكين طوال. الحين الاحتمالات كالتالي، تمام؟ فواز، احمد، تاستك. لا طيب قولوا لا اله الا الله. طيب قولوا لا اله الا الله. طيب قولوا لا اله الا الله يا جماعه الخير. يا جماعه ما معنى 30 ثانيه، دافع عن نفسك سريع. ابي ادافع عن نفسي. انا سكيب. لا دقيقه. ابو زهره صوتوا على ابو زهره يا جماعه. ابو زهره صدقوني، ابو زهره ركان لا تزق فيها يا ركان. ما عندك حجه يا ركان. لا تزق فيها، ما عندك حجه. والله ما عندك حجه يا ركان، لا تزق فيها. ايوه يا عيال حرام عليكم. مباراه تعادل يا عيال، مباراه يا عيال. شون جيكس بونج، ليف باور. ميوت. ركان يا، لا يطلع ركان في الحلقه الاخيره بنجلط. يعني يمكن ركان وزوجتك. عبد الله على الاقل بيشهد لي. بكون معاه، بوقف معاه، بمسك كذا، ماني بتاركه. احسه هو بريء. صدقوني ان تاستك واتش ار اللي هو ركان، اتش ار وتاستك. وش اللي صار يا عيال؟ والله نقل فازوا يا عيال لازم نصلح. لما فزنا. انتم ما انتم قاعدين تصلحون حاجه. لا جيم يا عيال، انتم ما انتم قاعدين تصلحون شيء. ماكو مشكله، اول جيم تعود. هذا لو موجود جاسر معاك انا من غير جاسر. صوت ميوت. لما نبدا ليتس جو. يا لبالها تركيز، هذه مره يبغى لها تركيز، مره يبغى لها تركيز. الحين انا امبوستر، انا اذبحهم، لازم انفرد بالشخص، لازم ما ابلغ، لازم اكون يعني مره مركز الجيم هذا. يا رب ما يطلعون البث. ايش في يا عيال؟ ايش في تونا فتح يا عليم؟ صوت خلص رجاء. طيب صوت جاسر، تفضل جاسر. شباب
على عيني وراسي رئيس فريق بس ليش مسوي اجتماع؟ والله الشباب اجتماع اليوم لنحدد مين خونا اوكي؟ تونا ما بقدر اسوي شيء. يا جماعة رجاء نسمعوا كلكم جاسر لو سمحت. يلا جاسر ليش تسوي اجتماع؟ مالك حق قلقم انتم رئيس على مين يا ابوي؟ روح بس روح يلا. والله مو سكيب والله جاسر ملي قال له يا عيال. يا عيال يحاول يفتح. ليش سكيب يا عيال؟ ليش تتكلم؟ الله يهديكم يا اخي. طيب اوكي تاستك بنفرد فيه الحالي الحين. اثنين الله يستر فوز يجيب العيد يا عيال. فوز هو اللي معي. العالم كلها عندي. لازم امشي مع فوز. لازم فوز يفهمني لازم. العالم كله وراي. العالم كلهم وراي. والله حقها قطع عنهم يا عيال وخربهم. انفرد بناصر يا عيال انفرد بناصر. الزبلة سوي نفسك تصلح الزبلة. رقمت الرئيس يا عيال. بغيت اطعن الحمد لله ما طعنته. بسم الله. ايش صار؟ ملي مات؟ انا اللي حصلت الجثة. اوكي. جاسر وابراهيم ماتوا. الإدارة ماتت. تكلم اسمع. انا حصلتها مع لفة يمين اوكي؟ يسار كان في زياد طالع من عند الجثة. كنت طالع كان وانا وازم واتوقع وما ادري من زياده كنا نصلح فانا اقول غالبا اشك بزياده انا كان انا الامانه يا عيال تاستك كان جنبي وناصر كانوا جنبي يا احمد يا فقاش ايش فيك ما كنت جنبي اقسم بالله انك كنت جنبي يا تاستك انا شفت زياده يا عيال طالع من الجهه احمد وتاستك كانوا جنبي الاثنين ايوه تاستك لحظه يا عيال انا اقول تاستك يا عيال انا اقول تاستك يا جماعه انا قلت اسف حبيبي انا كنت مع خشب ودول اللي سحبنا اللي معي او معاك هو اتوقع كان معي انا توقعت لان قبل شوي انا اقول لك ايش توقعت انا تاستك لاني قبل شوي وما اقول انا جنب تاستك جحدني وناصر يدري انا جنبه بس انا جحدني قلت انه يمكن يبغى يطلع عمره من الموضوع هنتر ولا جاسر اللي لقيته لقيت جاسر الاصفر ويقول لك كان طالع من عند زياد الترجمة أبو سهرة قتله لا مو قصدي كذا كان في السين نفسه اللي هو كان فيه جاسر زياد عندك احترام زياد طيب زياد دافع عن نفسك زياد دافع عن نفسك صوت خذ زياد أنا رحت أصلح لقيت ما شاء الله ثلاثة ما شفتك تصلح يا زياد ما شفتك تصلح كنت في السين اللي كان فيه مايك بيت جاسر ما تفضل زياد تفضل ثلاث اشخاص طلعت الرجال صوت سبحان الله ما زوجت والله صراحة انا ما ادري بس سكيب تشوفون هنا صراحة ما ادري صوت على واحد الله يسرعنه عليه انا والله صوت على واحد بعد والله تعادلات يا جماعة لازم افتك من تاستك مقروش امي يا جماعة لازم افتك منه اذا ما قدرت اذبح تاستك يا اخوان اعرفوا ان في بلاء لازم افتك من تاستك هو اللي شاك فيني وفي راكان مفوكسني اللي هو اتش ار اللي مفوكسني لازم افتك منهم فواز بينكب عمره انا خايف فواز يجيب العيد او اني امشي مع فواز واطير معاه استعبنا والله مش تطرحوني سوقعون شكلي مطروح يلعن ام الغبنه كلهم هنا يا جماعه فواز لازم يسوي شيء فواز يا فواز صار بلغ عبد الله انا بلاغ خلاص صوتي اوكي تكلم عبد الله طبعا تحرياتك استاذ عبد الله تفضل شوف الجثه اللي ماتت حقت ركان حلو وانا كنت حول ركان ومن اللي كان معنا كان معنا خشب انا كنت بعيد انا حرفيا كل مره اشوفك فيها ازم حرفيا اخر عنك روح فوق انا اخر شيء كنت فيه شفت ان خشب كان مع عبد الله بس ما شفت ركان مشيت عرفت اللي كذا شو اسمه ذا جنب ابو ثاني مشيت بعدها دقيقه انا شفت ازم خشب كانوا تحت بغرفه وبعدين ازم كان جالس فوق عند ايوه الحين ايش قاعد يسوي يصلح فوق خشب هو الوحيد اللي طلع الغرفه اللي ما فيها ركان حلو انا ما ادري غرفه ما فيها دقيقه 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 انا حرفيا قاعد غير اتمشى في الماء ما شفت ولا جثه دقيقه ما شفت ولا جثه ما ادري وينها مات بالاوفيس ما ادري ايش اسمه ذا
ما شفت ولا طيب ولا يجي ولا وناصر انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لكم انا اقول لكم انا اقول لكم انا سويت الفوت صح ريبورت فواز قاعد يعطي كلام غير صحيح فالمشتبه به يا جماعه لحظه معليش ثواني بس على اي اساس الان انت حكمت ليش ما يكون انت يا عبد الله وخشب ليه ما يكون انت الاثنين انا اقول خشب معليش واضحه يا ذي مره مرتين مشيناها خشب يا جماعه خشب 10 ثواني انا اقول خشب والله انا اقول كذا انا اقول خشب ما خشب مرتين ورا بعض كنت انت الله يقطع ابليسكم يا عيال معليه مره حاميه لازم اطلع عمري من السالف انا الحين والله سليمه مره لازم اشيل مين شاك فيني ما في حد شاك فيني انا اموري مره طيبه ناصر شباب بسم الله بسم الله يا شباب اوه فواز انا وبسام في عند في النص اسمعوا يا شباب تسمعوا نصيحتي من الحين مع انه مو انا اللي لقيت الجثه ثلاثه اللي نزلوا تحت اوكي نزل فواز بعدين بعد ناصر طلع فواز بعدين دخل شنك اوكي ايوه دخل شنك بعدين بعدها يمكن 20 ثانيه فواز لقى الجثه وش معناتها يا عيال من اللي قتل ناصر يعني قبل صوت يا جماعه صوت قبل لا نقول اي شيء كنا انا وش اسمه ذا بسام وزياد في النص قاعدين نتمشى في النص على الثلاثه احنا بعيدين عن الشر كله اللي 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 كانوا بعاد اتوقع احمد وازم احمد صدقني حط احمد صبر 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 ثواني عشان انت ما تنبرش انت يا عبد امبرش ثواني يا المنبرش رد على سؤالي ولا تشخصن معي عشان كنت في الجيم اللي قبل مشخصنها معك هل انا كنت معك او لا في البدايه انا ما كنت جنبك الجثه الفواز لقاها ليش ما تروح تسال فواز وين لقيت الجثه عطوك تنبرش وتسوي تحريات لا انت اللي مسوي طيب دقيقه عشان بس نكون واقعيين لا انت اللي لقيت الجثه وانا اللي كنت جنبك وانت اللي فوكستني انا ايش افهم من كلامك هذا كان جنبك. ليش ما يكون انت طيب من اللي كان جنبك معي بس انا كنت مع خشب في النص طيب انا ما كنت معاك بالنص انا ما كنت معاك بالنص مره واضح ان هذا كذاب صح سويت لا لا معليش مو تفوكسوني ما والله لا والله لا والله معليش لا والله معليش انا والله اقول خشب والله اقول خشب من الراوند الاول انا في النص والله انا اقول خشب من الراوند الاول معليش انا ما فهمت باللعب انت انتوا اثنين اذا مو بتاستك وخشب اذا مو تاستك وخشب الاثنين دول يا عيال اذا مو خشب وتاستك انا ما افهم شيء احنا بالنص احنا الثلاثة انا بسام زياد لا هذول في النص كنا ما علي باقي السؤال الحرب باقي واحد ميوت يا عيال يلعن بالقهر كله من ناصر الزق انا استعجلت بالذبحة يا شباب يمشون جنب بعض فواز قاعد يلحقهم اوه ممنوع نتكلم اجتماع مجلس الاداره السلام عليكم يا شباب معكم الضابط ناصر اتكلم بالله بس ميتين اهلا وسهلا بسام انا كنت معك قبل شوي امشي معك وصلت معك الضابط عطيه الزهراني اسمع يا شباب انا الصدق من التصويت الماضي وانا في واحد شك فيه لانه هو اللي كان الوحيد اللي دافع عن احمد وهو اخر واحد صوت على احمد صح كلام سليم هذا مين يا شباب يلعن شكلك فواز صح ولا لا يا عزه يا فواز يا عزه انت عزم يا اخوي والله صوت يا عبد الله يا حليلك يا عبد الله صوت يا حليلك صوت على مين فوت اي شيء سوي فوت ابلع يا خشب يا عيال والله لازم انت كيف مليون مركز على يا السبايك يا الاغبياء برا وين يا ويلك تاس طلع وصل الله يقلع صوت 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 ممنوع تكلمون والله فوكس فواز والله فواز كلاها فواز دبلهم اوه شيت الو ايوه خشب الو اتوقع الكل عارف من هو صح ولا لا مو على الكل عارف من هو بنيته على ايش يا خشب بنيته على ايش يا حبيبي انت هو شيء ميت معلش انا بحاول انا بساعد الامبوستر صديقي معلش ميت بس اوكي بسام وزياد انتم عارفين مين هو الهدف صح ولا لا انا اشوفه يعني انتم تشوفونه واضح
انا الصراحه اول شيء اول ما بدا الجيم انا ابي الزر بس ابي اضغط الزر عشان نفتك منه ونخلص والله اني انقهرت يعني. طيب خلاص انا يا زياد انا يا زياد الصدق اشوف انه خشب يعني قديم والله خشب بس والله 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 انا خشب من البدايه وين ايزي وين زون فوزوا بقي بقي اثنين بقي اثنين صوت لانه متريق بقي زياد وفوز وتوستك قم يا خشب احسن وتوستك وزياد بيسوون اجتماع يا عمر يا فوز يا عمر ليتس جو ليتس جو يا فوز يا رجال ليتس جو يا فوز اقسم بالله انك رجال والله رجال والله رجال يا عمر يا عمر القلب يلعن ام القهر يا غبي الله يلعن الله يقلعك اقسم بالله ما تسمعون كلامي والله بطل فواز والله بطل يلعن ام القهر ليش تلقى ملقم لازم امشي مع الجماعه لو امشي لحالي بيفكسوني لو امشي لحالي كلهم بيحطونها براسي انا بروح مع العيال وين العيال وين العيال وين العيال مخليني لحالي ما ابغى اوصل الحزب بس بموت وين العيال العيال وين العيال وين يا عيال ما بوصل لعب العيال عشان ما اموت ظلام الحين ظلام يا عيال وين كنتوا وينكم ما شفعت في الجيم القم يا عيال عندي تحريات بالله من عندي تحريات شو اول شيء الكاستك عندي ابو زهره وجالسه في انا في النص كنت ناوي اسوي اجتماع يا زياد تحرش فيني صوتك ما انا جيت ابدخل هذه الغرفه هذا ابراهيم قد اثنين اي غرفه اي غرفه اي غرفه اي غرفه لقيت فيها الميت وينها طيب لقيت فيها وينها ما ادري وشلون اشوفها في النص خلاص ما يحتاج كمل الكافيتيريا تحت الكافيتيريا حلو اوكي ليش سويتي ناصر يا اخي اسكتوا يعني اسكتوا اطق كان معي واحد ثاني وازم زياد حلو خليني بالمكتب مين كان معي كازم زياد كان معي في النص ترى يقولون ان ناصر يا عيال مش مجنون اول شيء اسمعني تاستك وزياد كانوا عندي في النص جو زياد يوم شافني لحالي جاء شطفني كذا فهمت شطفني يوم شاف واحد جنبي زبن فراح ورا تاستك هو يوم شفت تكتب بزبن اي وتوقع لحد والله متحمس بزياده لا ما شغل يا حبيبي يوم شفت واحد جنبي راح زبنت لا لا انا اشوف انه من حقه يتحمس يا عيال طبيعي انه يتحمس يمكن يقول الصدق طيب ليش مو بابراهيم ابراهيم انا نبي نعرف ليش مو بانت مين كم اتش ار يا عيال ساكت يا عيال معليش بس انا ما بشخصنها لكن خشب من اليوم ينبرش فانا اقول انه خشب في النص انا اسمعوني انا اقول ناصر دام انه ناصر صوت على طول يوم قلنا طريق جي قلبت علي تقول اها انا اقول ركان بما انه قلب على ناصر انا اقول ركان انا اقول اتشار يا عيال اتشار الله يرضى عليكم اتهدوا بالله ليش تقلب على ناصر 8 ثواني 7 ثواني اتشار يا اخي الله يسامحكم يا اخي كل ميوت تحت ميوت اتكلم الا بالله شكله ناصر يا عيال وانا احسب العيال ما يبانون طلع عشان الكهرب طافي يعني والله شكله ناصر شكيت فيه الكلب يا عيال قلب على ركان كلنا هنا الحمد لله احس بامان جنب الزحمه شغلنا الكهرب خلنا نمشي مع بعض يعني لازم ندرس تحركات انا مين موجود ناصر مو معنا بالغرفه ناصر مو معنا بالغرفه شكله ناصر يا عيال يعني شكله ناصر مو ما كان معنا بالغرفه يطلع هو ابراهيم شكله ابراهيم يا شكله ابراهيم ابراهيم حركات ابراهيم بيذبح احسن واحد باللعبه حركاته ذبح ابراهيم اللي هو هنتر ذبح تاستك عشان ابو صقرك ناصر مات ناصر صاح مين اللي كان جنب ناصر ناصر مات يا عيال ناصر مات بس وين مات ناصر يا عيال شكلهم جاسر وخشب خشب صدقوني انه خشب عشتوني انه خشب وجاسر ناصر وين مت يا ناصر وين مت يا فواز قاعد يحاول يتجنب من التجمعات
احمد ها ثواني 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 صوت صوت ابسمع 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 صوت 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 ايش تقول ابو زهره احمد ايش دقيقه دقيقه بس بسالك سؤال اصبر انت شفت فواز قدامك يدخل في فتحه التهويه انا قاعد اقول احمد كان سويت طيب اقسم بالله ما شفته يا عيال الله قهر والله اسمع اسمع في فتحات مربع في الارض ما حد يقدر يدخل منها الا بس الامبوست انا ابي اعرف انا ابي اعرف كيف ناصر مات ما حصلناه طيب طيب اقول لكم شيء اقول لكم شيء اقول لكم شيء يا جماعه خشب تدري اني كنت ببلغ عليك انت وجاسر انا قاعد امشي معاكم طبيعي انا قاعد تطالع فيني يا خشب انت وجاسر وما تسوون شيء طيب ترى اللي ما يسوون مهام هذا مش شبهه والله ميوت 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 ابى امشي مليان جاسر دائما جاسر سوح ما يعرف اللعبه بلحقه بلحق جاسر جاسر قامط جاسر قامط جاسر قامط والله لحق ولا بلحق ناصر ناصر تبي مش تبي علم مش تبي اسكت اسكت نصر احمد هذا شلون اصلع ما ادري انت امبوستر ولا لا تعال تعال صلع انا صلعت يا حمار عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله دقيقه ليه ليه عبد الله معي عبد الله عبد الله قدام عيني قدام عيني قدام عينك قدام عينك يا عيال هنتر قاعد يحاول يحشرني في غرفه انا ما ادري انا متاكد 100% انه مو بناصر خلوني اتكلم احمد الغرفه اللي كنا فيها قاعدين نصلح ايه كان موجودين مين جو تاستك وعبد الله احنا طلعنا ما ادري وين رحنا وهم قاعدين في الغرفه لحالهم فعبد الله انفرض في تاستك لحاله انا اقول عبد الله اي والله اي والله اي والله صادق اي والله صح ناصر عليك عبد الله صح عليك خلوه يتكلم خلوه يتكلم عبد الله خلوني اتكلم طيب انا جيت انا دخلت عليكم بالغرفه صح يوم كنت فيها ناصر واحمد وتاستك وكان معنا ما في احد ما في احد ما في احد لا ما في انا قلت لا فيها لا لا كان فيها لا كان فيها كنا ناصر انا كنت معكم ناصر طلع ذكي دقيقه 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 في الغرفه في الغرفة كان فيه تاستك وكان فيه ناصر وكنت فيها انا وبعدين فيه ابراهيم لا انت ما جاء بعد ما طلعنا احنا فيعني أيوة هو اللي ايوه لا 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 مو مو هو اللي قفطني هو الـ هو شو اسمه اللي ذبح تاستك انا ما اقدر اسوي انا بس مين هنتر هنتر قلت لك هنتر طيب اسمحوا لي اقول كلمتي اسمحوا لي اقول كلمتي شباب شباب بقول كلمتي انا عندي كلمه مهمه والله عندي كلمه مهمه يا عيال انا وناصر كنا بغرفه طول الوقت بعدين جانا ازم جلس معانا شوي بس ما سوى شيء لان ناصر كان جنبي ثم جانا تاستك تمام ثم طلع ناصر وطلع تاستك وطلع ازم باللحظه هذه تاستك مات ولقاه ابراهيم فانا من وجهه نظري ان يا ناصر يا ازم سريع سؤال سريع عبد الله بسك انا الحين لقيتك واقف على الجثه ما سويت لها ريبورت ليش هل توك تشوفها شفت احد يمر ولا انت وقفت عليها ذبحتها ما ادري وين اللي يسوي ريبورت اصلا يا ناصر يا ازم يا عيال عبد الله يا الله يرفع هنا عبد الله والله شكله عجيجي يا عبد الله سو نفس الحركه صوت صوت عليه صوت من افواه المجانين طيب صوت عبد الله نفسك مجنون ايه ما مشكله يا عيال خشب مصوت على هنتر يا عيال خلنا نشوف تحديات زيد ولا ممكن خلنا نشوف اذا اسمه عبد الله فهو ابراهيم يا عيال يا ابراهيم يا ناصر مع السلامه يا عيال ناصر والله شكله ناصر والله شكله ناصر وابراهيم لحظه لازم الحق لازم الحق زياد 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 لازم الحق زياد زياد مره بعيد عن الشبهه زياد مره ساكت اتوقع زياد ما له دخل يا هنتر يا ناصر غالبا انه ناصر يا عيال يا جماعة قولوا لا إله إلا الله 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 إني لكم من الناصحين والله ليس لي مصلوح ولي فائدة وإني لكم من الناصحين أنا رجال إن ربي رزقني بفطانة وأنا رجال أعرف أسكت أعرف من أول نظرة يا جماعة أيوة من مشيته ها من مشيته اول ما بدينا الجيم الكل متجود بخويه ما عدا واحد منفرد الحاله وانا لاحقه من الجيم اللي قبل من هو ناصر اللي هو ناصر يا عيال ناصر خذوا مني انه ناصر يا جماعه يا اقول لكم يا عيال هنتر يا عيال الراوند اللي فات يا عيال هنتر شوف خلوا ناصر يرد على نفسه يا عيال ابى اقول لكم قبل شوي انا كنت ناصر منفرد لحالي
حرفيا كل ما ابعد كل ما يقرب فهمت ومسوي انه يسوي مهمه هو حرفيا مو قاعد ايوه قبل شوي كان يقول انا كيف اسويها لا لا شباب اسمعوا صوت العقل صوت العقل صوت العقل انا والله اقول ناصر والله شوي اسكت شوي دقيقة أسكت أنا بتكلم شوي بتكلم شوي على كلام خشب خشب أنا خرجت من الغرفة لقيت أزم واقف على جثة تاستيك قلت واقف عليها يمكن أنت اللي قلت أنا عندي شغلة شباب أزم ما أدري اليوم ساكت ما حد نطق بحرف واحد قدامي يقف مثل يقول لك مين هو مين هو مين هو مين هو مين هو يا جماعة طيب لحظة لحظة نتكلم بالمنطق نتكلم بالمنطق إذا أنت يا إبراهيم لقيت أزم واقف على لقيت أزم واقف على جثة تاستيك هذا معناته ان انت ايوه ان انت المفروض تذبحه المفروض تذبحه مو تبلغ هنتر هنتر يا جماعه هنتر صوتوا عليه صوت عليه ابراهيم 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 انا اسحب من ناصر ابراهيم ابراهيم دقيقه ابراهيم من ناصر ما شاء الله تبارك الله ابراهيم هنتر وناصر هنتر وناصر هنتر وناصر هنتر وناصر صدقوني صدقوني ان هنتر وجاسر ابراهيم ابراهيم القام صوت يلا يا كريم شوف مين صوت على ناصر ألقى 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 ميوت ميوت طيب يا عيال باقي 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 ناصر أنا الحين طرحنا إبراهيم طرحنا إبراهيم حلو باقي ناصر صدقوني الثاني ناصر ناصر واقف أيوة خلنا نمشي مع بعض خلنا نقطع هو بروح صلح بروح صلح زياد تعال معي زياد تعال معي تعالوا معي تعالوا معي تعالوا معي تعالوا معي تعالوا معي صلح زياد يكون هو الامبوستر يا اللي يكون زياد الامبوستر اللي يكون زياد يا زياد مسكين مو حق الحركات هذه يما ناصر يما ناصر يما ناصر يما ناصر يا عيال ناصر يا عيال ناصر يا عيال ناصر والله ما افهم تكفون جاسر مستحيل جاسر مستحيل جاسر سواح يا عيال ناصر يا عيال ولا انا ما افهم يا عيال شيء ريبورت قولوا لا اله قولوا لا اله الا الله وكبروا اسمعوني اسمعوني جاسر جاسر صبر جاسر جاسر اللي مر من قدامنا ما ركزت مين كان يا خشب خشب يا عيال خشب يا عيال قول طيب قول طيب قول طيب قول طيب قول جيت عند احمد وهو كان يمثل انه يصلح حقت الاوراق ذي طيب طيب يا جماعه ما ابغى اهلف طيب خلاص خلاص طيب اصبر 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 طيب 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 جاسر 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 عندي احمد احمد دقيقه زياد انا مفروض السيطره ما راح لها يا عيال ما راح راح يمين دقيقه خليني اتكلم خليني اتكلم خليني اتكلم خليني اتكلم خشب خشب انت فوكسني ثواني خلنا نسمع زياد 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 ثواني مرات احمد يمكن اكثر من دقيقتين كان يمديه يقتلني يا اخي سعد امك يا اخي ينصر دين امك زياد انا شفتك قاعد تصلح يا زياد طيب 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 ثواني ثواني جاسر انا وياك كنا جنب بعض كان يمديني اذبحك صح او لا يا جماعه جماعه احمد يفيك انه يصلح لانه هو خائن وما يقدر يصلح شفت عند حق مره متوتر دقيقه شك مره متوتر بها بها انت متوتر يا بها يا جماعه كيفكم بالله بها بها رجاء رجاء شو يا عيال شفته كان يرضف الفلتر بها 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 سويت على بها سويت على بها سويت على بها على بها على بها طيب القم طيب طيب القم طيب القم القم بها ميوت يا ساتر والله ريال شكله جاسر شكله جاسر ريال معقول جاسر بس انه ما يعرف يذبحني يا ريال شكله جاسر يما 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 يا عيال جاسر ولا ناصر يا عيال جاسر يا عيال جاسر ولا ناصر يلعن ما صاحبه جاسر ما ادري هل هو قبل شوي ليش ما بلغ زياد خليني زياد خليني زياد امين زياد امين زياد امين صدقوني انه جاسر يا جماعه جاسر والله صدقوني انه جاسر يا جماعه صدقوني انه جاسر يا عيال ابو وحي يسوي تصويت كيف جاسر شباب شباب قولوا لا اله الا الله وحده طيب طيب لا اله الا الله يا جماعه يا جماعه ايها القوم يا قوم محمد يا قوم محمد يا قوم محمد يا قوم محمد اني لكم ناصح اني لكم ناصح طيب طيب قول لا اله الا الله قول زياد 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 تسمعني زياد تقبل
حياتك بس طلعنا انت رحت تحرك يسار لا والله انك جيت لما كنت طيب يا عيال صوت صوت طيب صوت طيب صوت طيب صوت طيب طيب صوت طيب صوت طيب صوت خذ العلم خذ العلم مني طيب صوت طيب صوت 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 طيب خلاص اسكت خلاص اسكت خلاص اسكت اسكت زياد انا وياك كنا نمشي لحالنا صح انا وياك كنا نمشي لحالنا مين كان اقرب واحد لنا ناصر ولا جاسر جاسر صح جاسر كان قريب مننا اللي مات ما كان عندنا كان بعيد يعني يمكن ناصر شكرا 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 صح زياد تحليلي منطقي صدقوني يا عيال لن تندمون لن تندمون اني اصدقكم القول زياد ناصر زياد ناصر ناصر زياد زياد ناصر ناصر زياد ناصر 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 جاسر يا دقات يا يا زقة يلا هرقموا شو شو اشتبه زياد زياد اهرب زياد اهرب 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 زياد اهرب 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 اتوقف اهرب احمد يرحم امك لا تسخر مخك يا رب ناصر صدق القول والله يا عيال ان جاسر فاز من سباكته يا عيال كان واقف قدام الجثه واقف قدام الجثه قلت لكم امسك تسمو ناكت من زمان يا جماعة الخير الله يعطيكم العافية هنا وصلنا لنهاية المقطع إذا تبون تشوفون التكملة عند باور برضو جزء ثاني بنكون نلعب أتمنى عجبكم تبون أمون قرس تبون نسي إذا ما تبون تحليات زيادة عادي يا شباب لا تنسى اللايك والاشتراك وكتبونا تحت إذا تبون زيادة من أمونج أس وفعاليات مع الشباب السلام عليكم يلا كملوا كملوا جيش السواحات مسعى خلف القمة وأكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة أكثر نكبر شونج إكس بونج معلم في ضحكتكم يوز إس إكس بي أفضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري أقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح أكمل بطريقي ما أشوف صفحة نهاية